بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، ونسك أنك تدني في قفعة كتابك أنك عمدة السالف وعمدة الناس الجرم إمام أبان كتابة من النقيب المصري رحمه الله وانجلي وعي صلاة كي سجرة وعي صلاة كي سجرة ركني لما تتبني ركني لما تتبني ركني لما تتبني ركن لما تا الله أكبر شيء تجرا إذا الله أكبر شيء صلاة إذا تيم بود ما تجعل أنا رأي قال لش وارد فصلون وفصلية في دعاء توجه دعاء توجهها دعاء استفتاح حاجة أمثلة دعاء توجه إلى أمثلة وجه توجه سني مكان صلاة سني دعاء صلاة إيجا لما يشوف إيه بصلاة إيجا لما يشوف إيه كان وعندما يقول ثم يقرأ ويغتي لك على دعاء الاستفتاح دعاء بنيسا دعاء ثلاثا بنا اتشان قرآج وهو دعاء ثمان وجهت وجهي يعني دعاء ايجا لم تسمي وجهت ديبس وجهي فولت يديبس يعني الى آخر هذا بودتش اوفج دعاء سنقى حديث كيسك رسول رب الله عليه الصلاة والسلام يؤدي صمته أكاثر إليه وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. دعيتا فيك يو تجمل له وجهت ديبك وجهي فولتي للذي فطر السماوات والأرض ربي سمائي في لفؤومت فولتي يدير صدي حنيفا عني ربي قفت كأمني وان رب ما ليجد أهم ذراه فقال له مسلم ومسلم كتاه وما أنا من المشركين رول أولا ربي وليوان بلا قبروا راح قومك إن صلاة صلاة في ياس ورسك إبادا في يهند ومحيا يجروش ياس ومماس يجروش كي لله رب العالمين ربي قد أفتاتي لا شريك له ربي واهل القبر وبذلك أمرت ربي إشي ترى أكبر سنة ربكم قل لي سكي أجل جميل وأنا من المسلمين ومسلماتي يديك بفتنا الكعبو وباك الثالث ويندب سنة جئدوبة ذلك كانت أقول لكل مسلم إنما صلاة هندب وجد مفترض صلاة واجبة صلاة ومتنفل سنة صلاة وقاعد تائي ثلاث وصبي جوليته ومرأة تبسيته ومسافر مسالم ومسافرة فإما لخرابه عاجلته كل من مهنج دعائك نكرا سنة واجبا مشي يوم إيشو وما سنجا قتل إيشو واجبا مشي دعائك نكرا سنة عاجل إمامة مأمومة نما ثلاثة نما لك أبا سيحي نما ثلاثة نما لك أبا سيحي يو إمامة تيسين كارا دعائيسا يو مأمومة تيليكا يو نما ثلاثة سيليكا يو نما دوما ثلاثة ليكا يو أمو ثلاثة ثلاثة معجلو كيسيني دعائيسا لك أبا يو إنك أبا ريسي مالي دعائيسا لك أبا فاتحة أون دندارو بيسي قفاكا يو كانت كيكو فاتحة سيلا لا في جنازة جنازة كيسك دعائيسا انكرا عن يجب جنازة كيسا يجب دعائيسا جنازة دخل الله في سنة صلاة دعائي وإلى الدنجل وغلي تتجلس بربات في سنة صلاة ولو تركه دعائيسا وصوتيه ومن صلاة يجر عمدا بيسا أو سهوا تكادكته وشرع في التعود أعوذ بالله إيه لليه لم يعود إليه تنجيه دعائيسا لليه كيف الله أكبر بحيث ثلاثة ذاته بك سلا وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين بك سلا يدك لا أعوذ بالله أعوذ بالله قرات سنتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إيه جدا بك سجادة السنجين والفضل الجنين ما يجوز تنزيل إنجازه ما بس أبدون هندوسي بس إيه كيسون إيه أبريد إيسون دمات كده لأتي إستغذيكم قبضي لأتي إيه كتكبير دمات إيه إستغذيكم قبضي
due fattori da combo si può dire sulla sala che si come sala del gamba si dice che è un campo e la cosa di lei si tiene di sulla sala che è la data che è già sul carro già sul carro si deve compiere e si va bene o va di riga sulla e la gatta sale e di riga sale si fa come sala del gamba si dice che è un campo ولو أحرم أصدق في ثلاثة فأمن الإمام عاقبه يرمى الله أكبر في ثلاثة الأكسي إمامي والضالين في تجري الثلاثة الأكسي أمين يرمى الأمين الشيء أما لما هو ولي الأمين الأكسي في ثلاثة الله أكبر في عهد تجري فاتحا الإمامات معاقل فيه سلام الله كيف قبلت يرمى الله أكبر في ثلاثة أسجد في إمامي والضالين في الأجرة هل إن آمين لو ما نعمل لك في الله ولين آمين لك يا رسول رب العالمين حديث أبي هريرة كان متفق عليه كيف إذا أمن الإمام فأمين لو إمام آمين الآمين الأولي فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة وغفر له ما تقدم من ذنبه نمي آميني ساتف آميني ملائكة أولي جلسة جلي ساتف دراهم ربي من ذات إلى نبراتي يرو إمامي والضالين اسجل آمين جلالي سكول عليه الصلاة والسلام يرو ملائكين يتكلم روسان يكيرو سنولك الحديث فقولوا لكرة سنة حيو إيه سنجد إن جوزة ثم تفتح إيه سورة جهسو سيدي بأي عميق إيه إن جوزة إيه سي وجهسو سيدي بأي يوم موجهسو سيدي بأي يو جهسو سريوك على إيه وجهسو لسوان إيه كمودو أي جيجرة نامي شاحية موترك عارف يو جو أي استحاب الإنشاطنك على إيه فاتحانك أبايو بيك يقول إمام بكم ثلاثة الجيل السلام سلام مدواركم أبوك شاكو ثلاثة تكتب من أمني جريف عشانك أبوه عشانك أبوه ولو أحرم أصول ثلاثة الأشيء فسلم الإمام قبل قعوده إمامي أصولي قد متائن سلام الله فلنسوا ومساء التحيات الجيل مسجد سيئة الله أكبر لأي ثلاثة الأشيء جروا أتي ثلاثة ومثل إذا كأب جديتم إمام السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله في ثلاثة كتابات ما الجوزة قل ما دي إسرائيل جديتم 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 قل جديتم قل جديتم استفتح أي استفتح تليلة وجهت والجنين جديد فقط أكثر أمر جديد وإن قعد جوزة كائي هو أمه فسلم جثائي إني جثائي بودا فسلم إمام السلام عليكم فقام للآبات فلا جهد سيد وعيد السحر كرافية كم يتوم إمامك التحيات غير سيد جيش يروب السيد الله أكبر جثائي ثلاثة إلى السيد جثيش يروب تكتنى جثيكي أجينا جثيكي إمامي السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله قلت حسنتي يرى قلت حسن أي ساعد أو الأبدود ما البكت فيه لما تقول ثلاثة سنة ثلاثة كيف جسا فمراسة أمواتي قلت كيف هم دكتر لنبوري كذاكو بكت جسا إسم تنيش إلى جيد الأعليين يوجد الإنسانين كيف إذا كان الموضوع أمو إذا دين ترى أول ما جرى من له ولو أدرك الإمام أتو إمامة لأكبر قائما كآبة ثلاث جروب سيد أكبر إمامة آبة أمة ثلاث جروب سيد أكبر سيد الله أكبر سيد ثلاث إلى وعلم دوب بيكي إن كانه إذا كبه معنى والجنسو تلتار ايه مع التعوذ يعوذ بالله من الشيطان الرجيم ايه والفاتحة فاتحة تعوذ اتعوذ ايه اتا به الجنسو لقراءات وعيد في الصحابة لقراءات ما ليس كده
उम्मत बाबत सलाह से जरूर उससे सलाह नहीं जाते जो सलाह लिखे वो जिरा रही सलाह लिखे वो जिरा रही नाम ने अमूर कहा तो खोरा उसको उजिरा रही इन लोग को बताया था कि सलाह युवा घर का आजम नहीं दे रही था सखावाने ने कहा जरूर लगे था पूरा नहीं रहा एक रही मान जो था وجهت قراءته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جبت فاتحة قراءتها هذه فإن شك يوشك يو أمو فاتحة لك أمو يو أمو أذكار سنة وجهت قناة أعوذ بالله من الشيطان فاتحة لك هذا الرجل يو شك لن يستفتح دعائي بل النساء للمبي وجهت تلك الرجل ولن يتعوذ أعوذ بالله من الشيطان بل يشرع بالفاتحة قاتل بسم الله الرحمن الرحيم يكون دفيت كيئة ثم عجبت يو يرو قسين في ثلاثة إلى صبور لك أبو يو أمان أسارة سمار قاله فاتحة إلى الدلدين في قوض وفاتحة في قوض وفو أم لا يكتب على ستاتي خلق شما بسم الله الرحمن الرحيم يجب فاتحة سيئة فإن رفع الإمام يو إمام ركوع مده قبل أن يسمها أصوئني فاتحة للفتن إياك نعبد وإياك نستعين من يقول كده يقول الله أكبر إيه ركوع تاني الإمام ركع معه ولي ركوع موته ده ده بدي ثلاثة كان فاتحة لا تكاد يجلس ولي ركوع موته يوم كرمه إن لم يكن يوم تهين استفتح تبع دعائي بل الإنسان توجهت تكاد أنا يوم تهين ولا تعود أعوذ بالله سجد يوم تحيين ما لمكم يرى ثلاثة كينسة ومن الأرسة ثلاثة جلاء سلام يكون أبو الله أبو شكتك بسم الله الرحمن الرحيم لفاتمة ينجاتي يرى تجلاء كنعبد وجلاء كنصفعين جسي جلسو إمام فتاك ركوع الله أكبر جلاء ركوع أبو أسلم لي ركوع دا جس نعم ما نجاجل وأتكتك أنا أعوذ بالله إليك آمن وجهت لنلي قرأ لنساعد لنلي قرأ وإذ لا يوك قرأ نفاته قرأ نفاته أمه قرأ نفاته بقدر ما استغل به حقا يروبا ليستسل حقا وانت البيزي تنسل حقا إشئي قرأ آجب ما يجيش وما هذا من ليسا يروبا السيل فأقول لهم يكون هذا في قرأة ليسا عندك واجبتش وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك ومشكو انا من المسلمين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يوم الدين الله اكبر ليك ركوع ابوان وتوصيل هذا الدعاء جرا كرؤسان خلافات كبفاتهم ولبكوا النظام إمام ولبكوا النظام ما يروا الناس ما هو مجانين دقيقة هذا الدعاء جرا سبب الناس تسأل سبب دعاء كرا جنا مالك يوم الدين الله أكبر جنتي إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم هل في يدك يا رب ربنا شبك عليك الله أكبر بجر من الضعيف وخمسة أشياء والضالين أشياء إمامة الحراج حاجة صعبة ترك وان بلاك أرسل دي بسيط أعوك أباها تحراري فإن وفع يركوا عبده إلى نوجه ولم يقرأ قرأوا براته بقدر جيب هجوان بلد كده اللي يسلسل قرأوا براته بطل الصلاة صلاة لسابة دي صلاة لسابة دي يؤمن بيكم صلاة لن يكون مرة بلي يديكرا يكون صلاة لسابة دي كانوا ذا صلاة لسابة دي كانوا ذا صلاة يؤمن سنبيك يؤمن صلاة لسابة دي يؤمن بيك صلاة لسابة دي كما يقول بعد ذلك سلام الله عليه وسلم رابط نوم ديك وان كان ابو عبده خلق الله بيبدا لن ديك وان قوان جاريك من الشيء كان اقول ام ديك لي سلام الله عليه وسلم كسلام الله عليه وسلم وان قرأ يوم حيث قل لا ما كان جن لسانك
ikara'in wali duku abu di jenuhi kitabi asyik apa saya kata ini apa kam maaf sebab aku selalu selalu di duku kata wa ikara ayong alai hai tu kuda aku menjadi aku menjadi kutam jaitu bakayor salasa kasalasi jenuhi kesehatan kasalasi jenuhi kesehatan abu salasa kalayon bila adhara bila adhara فاتحة يقول لك أبو جدت فاتحة يقول لك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا رب يسر الله أكبر جبني ركوعا الله أكبر جبني ركوعا تولي ركوع قبل مسلح فتكلم بل يسمي فاتحة في حقها في أكثر رسول رب بال عليه الصلاة والسلام إمامة كل بعد حديث هي إمامة كل بعد وما يحدثون قبل سورة عبد الله والذكور ركوع أبو دوقم تجي يوم الثلاثة على العالمين وإن كان أيوك على حيث قلنا بكل جنة ثلث حيث قلنا يركع بكل ركوع أبو جنة ثلث إن ركوع أنجولي كاي فتخلفه هفيت إن إمام الراحة كل بلا أدري إلى العالمين أدري ما لي إمام الراحة إلى العالمين هفيت إن إمام الراحة فكرة إمام الرجالة يلي ركوع أبو دوقم إمام الراحة تعبت فاتحة رأسون أكلوا أزري تكمل ركوة تكمل بيت أعرف إلى علامات ثم هو فإذا فعلوا الفول والكل الإمام إمام قبل ركوع أوتو إن ركوع أبو إن بريو إمام ركوع أربعة والكل فاتحة ركعة عن سند هذا الرجل كم سوى نمت ومتى صلاته هنا كي صلاته ونكد سبحان الله ونسمه إذا أبو فاتحة وان بلا قرأ فاتحة لله برئيس بيته فاتحة فاتحة وطول من سكي ودكشاك إنه إمام للكوعة سلعة كتابه وللكوعة وللكوعة قولي دعبتك فاتحة تكاسدك يو ركوعة كيسر جفير أكبر ما ركوني جد فاتحة تكاسدك ركوعة لنس إمام للكوعة ركوني جد يو إمام ركوع عرض إنك إنه سؤال لفاتحة والضالية تجد الله توجد سمع الله لمن حيد إمامي ركوع عرض أو كات أسئلني إذا أسئلني ركوع عرض أو كات ما جلنا سلام نواجه نوم رحاني سوشير هسا ومو إمام جلدي مقدمو رحاني سوشير يو أنا أو كاين دي بكومين أو كاين هذا ولما يجي لكما ولما نعرض لما ركوع عرضي سجود وليدك رسالة الأطفال يجلس في العلماء كبير فاكي بوزر ركعة سنبوتا هاي فاتذكر ركعة سرقة عمسي للا دبري لأدام تواني صلاتك أجيلك كيف مغسين إني جد وليفا لم يوض بجرى مروسا وجاهد عن صلاتي جنو وانديك لما فكات أمو كيف تبقى إليه بدي أكلا فتاك فور إليك حقالتي واي دعائي أصو فاتحان على إن دورك على أنفسان دعائي ستحة تجد دعائي توجيه اللي وقت التابعين يقولون إشي سنأشينا الدعمة واي سآمن تبرينا جل خاص اللون كنفاتلية في استحباب التعاون سناته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سناته إنسا واي سنتبع لجل وإن جدوا سنة بعده دعائي سنأرئي سنبورد يقول دعائي سنأرئي سنبورد يقول دعائي سنأرئي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سنة جد ربي هو جسم جد فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم يروا قرآنك أعاته ربي كان كيسي لمن تاسيني جلابك أبو شيخ أعرف ربي كان كيسي الكأبي من أنت ربي سينك إذا كان أقول أكمل يسي من أنت ربي سينك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جد قرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جد قرآن أعوذ بالله خليفة أقول بالله أن الشيطان الرجيم يستعاد ويتعوذ أعوذ بالله تعالي جدا في كل ركعة ركعته الذكي ستسوني جدا وفي الأولى وفي الأولى وفي الأولى ركعة دلاتة يستسي آتب إرجبا في البيج ما المنبي ولما إنهم دور ركعة دلاتة يستسي أعوذ بالله أن يستعاد رواي جدا ركعة ومتا كيف نمال يجد أعوذ بالله أن يستعاد رسل مولا رسل براتة يجد دلاتة بس بجيل لعلمتو سلامكم
karati ta kon da ta kici da alama mu karati gara gara ta mun mun da kici da alama mu yo karati gara gara din ne ake da kafa ta dai sura ta dai azkar da ta dai ruku a sujud da kuma kon ta hidi da dai yo wani sai ka durar da ku fohare ki sala da ta ta kalan mata qur'ani da dai da kuma da Allah ku amma yo ni kuma mu ji takka du'a yi fi e ba di guji da bare ni takka ko da ta ta a'udhu billahi minash shaitanir rajim saboda mun da take tilfani ki ta bisa kana la la ila tuyo go so ma konta kallu alhamdulillah rabbil alamin sawaru wal kitayde abidu billahi qara in sayyati al imam lamma nasalati tufi wal ma'mum lamma mawdan salatu wal kitayde lamma kuse salata duban da baki ati ka salata wa rabbil billahi jada fatiha wa la jala da rani take inna a'udhu billahi qara fatiha kitu wanda da kafi والمنفرد لم يقف عن صلاه الاعوذ بالله من والمنفرد لم يصلي واجب صلاه الاعوذ بالله من والمتلقي لم يصلي كل صلاه الاعوذ بالله من حتى الجنازه هذه جنازه ولتي يرمى تاكاس اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويشره جكبتني قران اعوذ بالله من ستميه ثلاثه بجاته والجهريه ثلاثه على الكليه يقول ثلاثه قبتني قرانيه ثلاثه قبتني قرانيه اكيد قبتك تو قراتي يا روح انداو وجهك ذات كل شيء قال اعوذ بالله ركني صدفه سيلنا ركني صدفه اي غنيا بالله الله اكبر بالله كل شيء اللي كما جنني كصدفه قد قما كل ادي شيء يقول سلام يجري فاتحه قال كما جنني لو الركن الثالث ركن الصدقه قراءه الفاتحه فاتحه تعود ثم يغشي يقرا ويقرا الفاتحه فاتحه قرا في كل ركعه ركعه ثم يكتب فاتحه قرا اجل فاتحه قرا ثمانيه تاف حديث عباده الصام اوكي كان متفق عليه لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب الرسول عليه لم يفاتحه قرا الصلاه لسان جروفي لما صلاه الصبح صلاه اذان كده صلاه الصبح دي صلاه صلاه صبحي صلاه صلاه سنه صلاه تيت صلاه ابد صلاه ورنا صلاه ان صلاه يوم فاتحه صلاه الفجر ابدا خليها يا عمو سلام صلاه فاتحه قوم دقه ركعتين اللي جايه صلاه وقت اللي قراتي ما كان كان كده الامام امامات والمقبول مقبول لله imami salata fatiha qara'un bi qamatu rukhsa li zalani maqmuma kharajat ulama'i wal dari maqmuma kharalli wa salani salata sirriyata akaduriya ta'ri qara'u tahti bijaw li lan salani salata jahriya wa ta'ati salata jahriya shi salata imami sagale ulfu kaifa maghrib isha salatu bi wa ta'ati لم يمأموما كإتبو ذا القارتو إن قرامو قرأوا رك والقبر إن قرام جدم مدهم من شافئي قول الراجح لي والله على مشيطان رسول ربي عليه الصلاة والسلام صلاة جيتو لكي من يجوبا القارو جافتي جافتي سلامي كي تمشكول نقول yawo da buban sura wa atan da yayi ga kana eh ne kai da makaran wala muhammadu bin karama ya rasul rabbi ma ji dai wanda da ga ila fata amalin ne aka ran ci wurin su kam amma idan kura alquran ta sai wulu amin su sami yo qur'an ni qara'ale kaka ta ji rabbi yo ma ni qara'u kaka su amnan bin tsawa mu su amin amin shi ba kun da shi su yo qur'an ka ni ka ko ammo amni ke da laba kebbi ke da laba ta bil amni ko ko khususi sele ba kabira da tinti na dai sai shi kan akai da mamma ko shi karati jira to mun da shi sai ba da ke to ba shi na da kamata in kana ba idma ko da wani gani Quran ta ce ko to bai da laba ce sai ke da laba ko sai na wani da laba to dalle sai da da ko Quran ko ai wai wai da ta ko da ta al imam al quran ne da laba ce وإذا قرأ القرآن قرأ عليه قرأ عليه
آية منها آية فاتحة الرأسات تكو بيكي آية فاتحة الرأسات تكو السلام عليكم الآفات بسم الله الرحمن الرحيم كل آية تكو فأمو فاتحة الرأسات فاتحة آية بسم الله الرأسات نجا بسم الله الرأسات ربي نمو Perindu ayat sorbat ibu file dari sana dan dia dalam semua itu. Isi sama dengan masalah dan dia jadi tuh isi sana hati hatana ayat sorbat aku dan dia semua disilah dari mereka. Rasulullah Nabi Alaihi Wasallam wanjil unzilat alaiy alif surah sunfar Bismillahirrahmanirrahim illa a'tina al kawthar. Lama صحابة يروق وعانا برغيسا واللي قرآن انتهي هنجو أذكار عطاته يكتي عطاته دعاية عطاته بخبرات عطاته هنجو أكتب جبل النظم والجلب بسم الله الرحمن الرحيم وإيجا كي سورة مرت جبلا إيجا كي سورة مرت جبلا وان قرآن انتهي مولو تقول لك النظم لم تسدي صدفة رسول الله بيجو حديث براك يسكي سورة ثم الصبراء ومتى قال إيه جلبوا سام ليوك بسم الله الملك إيه جلسي مرد بسم الله الرحمن الرحيم ولي يتفيدا أكنات إفا راجحة مثلا مساء كأي الحلقة ولما إذا مورد جديد لك بسم الله إنتو سور مدرقر فوهوك وفعاف كايام تي ورجل الجيب وصور سورة مدرقر فوهوك وفقايام تي أكيد جيس كنتو ببورة وعلى ما نتدر فيه Surah Quran adalah manggil rasulkan. Sebenarnya itu surah yang tidak terkontrol itu untuk berbuat. Mari berbuat walau macam ini. Lama waktu kufa, usul sila surah yang terkumpul kayam se, sila fatihah dalam kayam. Mari dari rasul fatihah dalam masjid. Masak tenggara. Ikan sila. Sila tahu balik dalam kayam. Mana kau untuk baca jelas? Okey, sekurang dari dalam antara sila sila. Jadi fatihah dalam kayam. Oleh kerana kau ini tidak sih. Ega soba ini, siapa nak orang? Surah Kanahu kita tulis. Allah Alaihi Wasallam kata Rasulullah SAW dalam masalah syafi'i itu, Wallahu Alam Bismillah Rahim ayat Quran aku, ayat Quran Allah jamil, ayat Fatihah itu. Walaupun kuli surah ini, surah Quran aku jadi ayat istilah itu aku, hingga baraa surah baraa yang Rasulullah SAW ini, surah baraa. Lelah yang dalam sebutan hari ini kurang mau selat yang dalam walaupun khusus hari terjadi sendiri. Allahu Akbar. Mustawa. Wajib berkam. Tertibuha fatihah telah ketiwi oleh antukan yang karun berkam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Alrahmanirrahim. Yesus berkam. Bismillah pun najis. Malik yawmiddin. Alrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbani. Walkitab pun najis lagi. وَتَوَالِيهَا وَالْفَارُ وَكُلَ مَوِيْتْ بِفَالِهِ سورة كريسي كان جرجته لبو فدراء والكيس لعقو لبو تفسير سورة كيس لعقو لبو فلما تعبو تواليها يشون وَالْفَارُ وَكُلَ جرجته لبو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يقولون يبه تلفون بلوه بردية كريسي Sahabat saya berusaha kerana kasih asin boga asin malaysia menjadi jatuh. Gergak putus satu, orang demo. Tapi saya kata orang yang dia siapa dia kerja seamdan beka awak ada lagi. Jadi itu pun orang satu atas kaca barat ini, orang satu dari dia tetap angkara angkara aku tu. Orang kalau dah habis sendiri bila dijemput kerja sih. أو قراءة ذكات أراتي بلاد غير غير على جلسه مما ليس من مطلعة الصلاة وان دعاء صلاة الكامل إن قطعت قراءة قراءة لساسي كثيرا من سرعة ربي إرادي إليه وكثيرا
جروا وقصد أن يتقطع القراءة القراءة تكون أعمال يتي سلام إذا عبد أو خلال لها تكاتي زمن لديك لديك بلا سيدم لديك لديك بلا سيدم لديك أسوال فاتحة أو جنة المشيئة حتى سوى إلى أمه الحمد لله إذا الحمد لله لديك بلا سيدم لديك أو قراءة تكاتي بلا سيدم لديك إياك نعبد وإياك نستعين مكتوب في آيات وان ثلاثة فقط قبل آيات الدولة مما ليس للمصلحة الصلاة وأن كان ولد الآن قبل إن قطعت صلاته صلاة ذاتي كتصلاة عبدي وإن وان إياك صلاة أو أكم يوم كان إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم مكتوب في ربي مكأي أن تصلاة أكرم مكتوب في ربي في ربي صلاة أكرم مكأي أن تصلاة صلاة ولد الآن مكتوب في ويستأنسها لما تجيء قرآن إذا بدي قرآن سن وإن كان يوتى للمصلحة الصلاة وهم مصلحة صلاة قرآن يوتى يوتى صلاة ما وليس لها قرآن قرآن سنة فاتحة قرآن سنة وهم بؤام صلاة كما وليس لها قرآن سنة وهم سنبوئي سجين أتمنى كتأمين يا كأمين يسوء لتأمين الإمامي إمامي أمين يسوء قرآن ولي أمين إذا إياك نعبد وإياك نستعين يسجد إمام آمين لله ولله آمين لله إسجد إسجد الصراط المستقيم لله أو تسجد عليه تكا إمام كلا يعدل شيئك إلى غلط أيوه دمجور إذا أردت دمجور كراك سجيت لقعد إمام يعدل شيئك تبريتني كراك تجيب من الله تكا إمام كلا كراك تجيب أنسي تشوتو لك بل تجي جرشيئك تنجيزي تيبوني ذنبي كامل حقاك وليس لك بريد او تدودي بسلاوة فكسا امامتو آيات سلاوة آية فيما كان ارجلو سلاوة سنية امام السيودة ربورة عبدة والسيودة ربورة اكسي كانت تبقوا راسي لتجو ونحن يوان كنفكاتهم دال اكسا بك رحمة رحمة ربي سلسلي بك عقاب اكسادو بسنة ربي لعذاب رانجابه وانا كيف مصوى مصلحة نكوى أو تكرر وقل مع قصد لقصد ما صار كان سجوده وتأمينه ولا سؤاله لما إمامه تلا لم تلقى تكورا لم تنبس ولو ترك أسوئيك منها فاتحة نرى حرفا في ذكو أو تشديد تذكى شدة وشدة جريس تكى أو أبدل تكى جرجير حرف القميت وحرف القميت لتسوء جرجير لم تصح صلاة نصافا لأنته وجد لم تصح صلاة لا ليس الجيل وإذا قال يجر ولا الضالين يجر قال آمين حديث أبي هريرة كان متفق عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين المأمون لم ينوي من ثلاثه جهر الأسكورتي آمين لله مقارنة والإنجليسي لتأمين إمامي آمين إمامة ولك إجلسي فعلا جد ولا جد
أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى أعلم.